نتابع تغطيتنا للقمة العالمية لطاقة المستقبل، ونحن الآن على منصة شركة أفردا. هذه الشركة عربية وتحديدا لبنانية، ولكن التواجد العالمي لهذه الشركة كبير جدا. للحديث أكثر عن عملية التدوير ونشر الوعي في المنطقة العربية، معي السيد مالك سكر، الرئيس التنفيذي لشركة أفردا. سيد مالك، أرحب بك. حدثنا أكثر، ما الذي ينقص المنطقة العربية في عملية التدوير؟ نحن بنشوف انه في ثلاث عوائق اذا بدنا نسميهم بالنسبه لاعاده التدوير يكتمل بالمنطقه عنا. اول شغله هي التشريع. التشريع موجود بس بطريقه غير مكتمله، ولازم نلاقي طريقه نحط كل هالتشريع بنطاق لحتى يوصل الاندفجوال يعمل الريسايكلينج تبعه كامل. ثاني شيء البنيه التحتيه، يعني منه موجود اليوم طريقه لم ولا طريقه فرز حضارية لتوصل الريسايكلينج لمحل ما بدنا ناخده نحن. واخر شيء التوعية العامة للشعب وللكونسيومر ليقدر يعمل يعرف شو يحط بكل بن، او يعرف وين لازم يحطها وباي وقت وباي طريقة وكيف بده يربط الكيس. يعني في اذا بدك توعية عامة منا موجودة بكل المحلات اليوم. طب لنتحدث اكثر عن هذه الماكينة، ورائي هي وسيلة لتحفيز المستهلك اكثر. نعم. على التدوير، حدثنا اكثر بالتفصيل عن هذه الماكينة. هذه مكنة نحن شفناها تقريبا بلشنا الشغل فيها بشي 4 سنين جوات الشركة، وقلنا شي سنة تقريبا مطلعينها على الماركت. هاي بيسكلي بتخلي الشخص بكل بساطة يقدر هو يعمل ريسايكلينج ويستفيد، غير انه عم بيفيد العالم ويفيد كيف لازم نعمل نساعد ارضنا انه ما نرجع نستفيد من الاغراض او نستفيد من الاغراض. هيدي كمان بتعطيه شويه بونص زياده مع اير مايلز ومع هذا. يعني هاي خلينا نفرجي للناس فيري ايزلي. بتجي انت بعد ما تكوني خلصتي على بكره هيدا، بتاخذي كيسك بقلبه كل الريسايكلبلز، بتاخذي الكان بتحطيها جوا. اذا معك شغلي او اثنين او ثلاثه بتحطيهم كلياتهم، وبس تخز هي بتعرف عرفت انه في 1 الومنيوم كان، بتقولي لها باي اوت بتخلص. بتطلع لك ريسيت. هيدا الريسيت فيك تعملي شغلتين اليوم. فيك تعملي دغري تفوتي على الانترنت وتحطي على الاكونت تبعك على اير مايلز بيعرف انه انت. او هذا السؤال التالي، يعني شو المستهلك شو بيستفيد يعني شو بيربح من خلالها؟ هيدا بيطلع له 2 اير مايلز على كل كان بيحطها، وغير انه عم بيفيد العالم. يعني اول شيء اهم شيء انه عم نرجع نعمل اعاده تدوير للالومنيوم اللي هي ماده كثير مهمه. بهالطريقه بصير عنده اكونت ثابت مع الشركه، كل ما ساهم بالتدوير بتبين عندكم، صح؟ مزبوط. هلا بتطلع هون، شفتي اللي طلعت انه عملنا هو التليفون هذا نجرب وحده ثانيه. هذه عمل ريسايكل 1 earned 1 earned، بحطها هيك بتطلع على الفيسبوك بتطلع على تويتر، هيك كمان بيعرفوا العالم انه هو الواحد عم يعمل ريسايكلينج. هاي وحده ثانيه كمان عرفت انه الومنيوم، عرفت كيف؟ واذا معنا اكثر مش عم نكبس. هلا اذا كان عندك اشتراك فيك تحطيها هون بالكارت تبعك، ما في زوم تضلك تطبعي ورق كمان، لما نحاول نوفر الورق كمان من الورق كمان مش نحل مشكله نوع بمشكله ثانيه، صح؟ سو اذا عندك اكونت بتعمليها وبتجمعيهم، وبعدين في سحب كل اخر الشهر، اللي بيكون عنده اكثر شيء بوينتس من بين كل الكذا بيطلع له هديه من عنا كمان زياده. سيد مالك سكر، انا بشرك كثير على هذه المعلومات القيمه. هذه المكنه فينا نلاقيها بالدول العربيه، بالدول العربيه بالمولات بالمدارس هلا والجامعات ان شاء الله عن قريب. اذا مشاهدينا كان معنا السيد مالك سكر من شركه أفردا للتدوير. المزيد من فعاليات القمه العالميه لطاقه المستقبل في نشرات لاحقه.